على اي حال، رأيك. خلونا نصبح بقى احنا على دكتوره هند المؤيد، استشاري الاتيكيت والمظهر، اللي مشرفانا في الاستوديو في صباح الخير. يا مصر صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل، يا اهلا بيك يا دكتور. صباح التفاؤل والحب والامل. صباح كريم، انا بحب قوي صباح كريم لان كانت مامتي دايما تصبح عليا بالكلمه دي. صباح يعني دي كريم. الحاجه اللي برضو كريم. مامتك علمتها لك بقى. لا، انا مامتي علمتني حاجات كتير، جبر الخواطر، اطعام الطعام، ان الواحد دايما يكون طيب ويعدي مواقف كتير ما يقفش عندها. لا طبعا، الام مدرسه اكيد. اكيد. حلو بقى حضرتك. أيوة. اتكلمت في موضوع حلو قوي. وانا نفسي ان احنا نفتح موضوع اوسع شويه عن برضو التربيه، هي المسؤوليه. بمعنى انا النهارده لما باخد قرار اجيب قطه، اجيب عصفور في بيتي، ايه الكلمه اللي دايما بنقولها؟ لا دي مسؤوليه كبيره قوي. صحيح. طب بس يعني هل فعلا انا هقدر ارعاه؟ في الاخر وفي الاول يعني كائن صغير، هتحط له اكل وتمشي. ما بالك احنا بنتكلم على طفل، احنا بنخلف اطفال علشان تكبر تكون بار باهلها ونافع للمجتمع. هل انت، هو ده السؤال بجد، قرار الزواج من البدايه بقى، الزواج وما بعد الزواج، الخلفه. يعني انا بقعد مع نفسي بجد، هل انا مؤهل نفسيا وماديا ان انا اتجوز، ادخل في المنظومه دي علشان ما يحصلش اي حالات طلاق؟ ويعني احنا بنشوف حالات كتيره، واعتقد ان ده تسرع او في حاجه مش مدروسه. طيب انا النهارده ادركت ان انا قد مسؤوليه الجواز، السؤال اللي يجي بعده، هل انت قد مسؤوليه الخلفه؟ طب لو هتخلف، هتخلف دلوقتي ولا بعد سنه ولا بعد اتنين؟ ولو هتجيب طفل ولا اتنين حد اقصى؟ خلاص احنا بقينا كتير قوي، وبعدين اصبح الحياه اختلفت. 105 مليون دلوقتي يعني خلاص بقى. المتطلبات اختلفت. النهارده انت لو غلطت وقلت الطفل عايز هديه ايه، انت هتندم. انت متخيل كم الطلبات او كم هم قد ايه متطلعين؟ فاذا انا النهارده هجيب طفل، انا مطلوب مني ان انا اوفر له تعليم، مطلوب مني ان انا اوفر له صحه، علاج، مطلوب مني ان انا اوفر له حياه كريمه. تمام. هي دي المسؤولية نمرة واحد. الأول أرجوكوا فكروا ألف مرة قبل ما ناخد قرار إن احنا نخلف أطفال. طيب دكتور هند، يعني يمكن أنا وبسنت في الفاصل كنا بنتكلم على فكرة إن الإتيكيت بعض الناس بقت تربطه بشوكة وسكينة وفن أكل بس. فعلا بس يعني ده اللي احنا بقينا موجود فيه، لدرجة اللي احنا بنشوف دلوقتي ناس بتطلع تتكلم على فكرة الإتيكيت وإزاي أكل وأشرب قدام الناس. أيوة. احنا مش ضد، بس برضو تاني احنا مش ضد خالص، لكن قبل اللي انا اكل واشرب، ازاي اللي انا يبقى فيه اتيكيت في التعامل مع الاخرين، ازاي يكون في فن احترام الطرف الاخر، فكره تقبل الراي والراي الاخر، اللي انا ما احجرش على الراي اللي قدامي، ازاي ازرع ده في طفلي وازرعه من امتى؟ فن الحوار وفن الحياة الذكية، انك انت تكون عندك ذكاء اجتماعي. هي حاجة بتزعل، وانا بشوفها طبعا على السوشيال ميديا، اما الاقي ان هم قللوا من قيمة الاتيكات وبدأوا يتكلموا في حاجات فرعية ما هياش اساسية خالص. فكرة هاكل ده ازاي، ولا البطاطس والحاجات اللي بنشوفها دي كلها حاجات مش اساسيه، ومش هي ما بتكونش الاتيكيت. الاتيكيت هي اسلوب حياه مهذب جدا جدا، درجته اعلى من درجه الاخلاق، يعني كلنا متربيين. لكن الاتيكيت حاجه زي وجهين لعمله واحده، هما بيكملوا بعض، لكن الاخلاق او الاثكس حاجه والاتيكيت حاجه تاني. الاثكس اللي هي الطفل اول ما بيتولد، احنا بنقول او العلماء النفس بيقولوا انه اول 1000 يوم بتشكل بنسبه 50% من شخصيه الطفل. 1000 يوم بمثابه 3 سنين تقريبا، اللي هي فتره احتضان الام لطفلها، اللي احنا بنقول يعني حاولي على قد ما تقدري انك تكوني موفره الوقت ده لابنك. الطفل حر لسه، تكوينه العصبي لسه ما هوش مدرك قوي في حاجات كتير، فبيبقى عايز ينطلق وعايز يتعرف على كل حاجه. سيبوه براحته، سيبوه يلعب وينطلق، لكن تحت اشرافك انت. خلي بالك من طفلك كويس جدا علشان ما يأذيش نفسه، سيبيه يتعرف، لكن ما فيش اي تجاوزات، يعني ما فيش هزار مثلا فيضرب ماما وبابا. بيبي بقى فاحنا بنضحك، ما هو انت بتضحكي، يعني انت بتعلميه ان السلوك ده مقبول عادي جدا. صحيح. انت بتتصرفي ازاي معاه، وفري له حياه صحيه. لانه الفتره دي هو هيتعلم اتيكيت ابتداء من 8 ل 9 من 7 ل 8 سنين. اللي هي السلوك بقى، اللي هو هنقعده على السفره، هنقول له يعرف نفسه ازاي، هيمشي ازاي، هيقعد ازاي، ما قبل هو بيقلد ماما وبابا. فهي احنا القدوه، وفر له حياه صحيه، انه اكل صحي، ليه ميعاد للنوم، انه ما يخشش السرير قبل ما يغسل جسمه او ياخد شاور،
الحياه الصحيه والاكل صحي كويس جدا. انا كنت عايشه في السويد، هل تتاكدوا ان السويد السويد كلها ما بياكلوش اولادهم حلويات غير يوم السبت؟ تخيلي فعلاً؟ البلد كلها وما فيش اي اكسبشن، اللي هي بقى المصاصات والحاجات دي كلها يوم السبت، وهي قطعه واحده بس. فهو اسلوب حياه. قناعة لدى الطفل ده يا فندم، عند الطفل قناعة هناك بده خلاص. هي انت اصل احنا عايزين دلوقتي نعمم السلوكيات. انا النهارده لو بتابع السلوكيات الحميده جوه بيتي، لكن المدرسه لا، الدنيا دي كلها ده بنستغرب قوي. جسمهم حلو قوي ليه؟ طب بالظبط. لا هم ماشيين بحياه صحيه. كمان احترام الاكل، يعني هو بيبي صغير نحطه نقعده مثلا على الترابيزه ونديله اكله، حاجات طبعا ما تعوروش، لكن بنقول له يعني انه احترام الاكل، ان احنا قاعدين مع بابا وماما دلوقتي، طب نظف اوضتك قبل ما تنام بس، وهو طفل صغير حاولي تساعدي. ودايما الاحتواء، يعني ما نزعقش لابننا، ما ننهروش، عشان ما نقللش من ثقته في نفسه كمان هو بيشوفك، فترقبي سلوكياتك كويس قوي قوي قوي. انت بتعملي ايه؟ طيب خلينا نعرف بقى هنا في مصر بيعملوا ايه. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت عن الاتيكيت وازاي نعلم اولادنا فن التعامل مع الناس والذوق والاحترام في تعاملنا مع الاخرين. الاتيكيت كلمة بنسمعها في مواضيع ومجالات متنوعة وكتير، وده لأنه فن من فنون التعامل اللي الإنسان بيتعلمه وبينقله وبيستخدمه مع الآخرين. النهاردة احنا نازلين نسأل الأباء والأمهات إزاي بيعلموا ولادهم فنون الاتيكيت، إزاي بيتصرفوا معاهم لما يلاقي أي تصرف سيء في الأكل والعزومات. تعالوا نشوف رأي الناس إيه. اي حاجه بحاول اوصلها له بعملها انا. اول حاجه الدين، انا بعاقب، بس انا يعني ام ايه مش شديده قوي في العقاب. باكل فبقول لهم شوفوني كلت ازاي، كلوا زيي. قولي ازاي بتعلم ولادك فنون الاتيكيت؟ بالاساليب بتاعتنا التقليديه الشرقيه، نحترم الكبير والصغير في الاكل بالذات، ليه اداب، اداب الاكل. الواحد زي ما سيدنا رسول الله، كل من يمينك كل مما يليك، دي سلوكيات. فما بعود البنت او الولد على طريقه الاتيكيت بيتعامل بيها بره، بيعرف ان الوسط او المكان اللي جاي منه مكان كويس. بزعق معاهم وكده، وانا عايزهم اكيد يعني يطلعوا على اتيكيت وياكلوا ويشربوا بالسكينه وما يطلعوش لفظ غلط من بقهم. لما بنبقى خارجين بقعد طبعا بنبه عليهم، يا اولاد بلاش قهوه زي في البيت. لما نروح مكان طبعا لا ما نمدش ايدينا على حاجه، الا لما يعني مثلا نبدا احنا اكل كلنا. بكون قبلها متفقه معاهم، شوفوني بتصرف ازاي، شوفوني بعمل ايه واعمله زيي، والحاجه اللي انا عايزاهم يعملوها بعملها قدامهم زيها بالظبط. بلفت نظرهم لاي ملاحظات انا بشوفها عليهم، وبديهم الملاحظات اللي انا بقولها لهم، وما شاء الله هم بينتبهوا طالما هم في سن صغير وبياخدوا بالهم من الكلام ده وبيتعودوا على الملاحظات اللي بياخدوها على الاتيكيت. على قد ما بقدر، هو الاتيكيت في الاكتر بره، يعني هم بيتعبوني بره شويه يعني. عشان اعلمه هو مش هيفهمني لو قلت له اعمل كذا، مش هيسمع الكلام، بس هو هيراقبني. كل اللي على الام تعمله او على المربيه او على الناس اللي في الحضانه ان هم بس يعملوا ايه؟ يعملوا حركات اللي هم عايزين الطفل يعملها قدامهم. التصرف اللي لاحظته على ابنك او بنتك في اكل او في عزومات وتعاملت مع التصرف ده ازاي وقتها؟ لا ما فيش. ممكن يكون مثلا ان هو يكون عاوز حاجه من على الترابيزه او حاجه من قدام حد تاني فهو يجيبها، فده غلط، لازم يستاذنه. احيانا بيبقى الصوت في الاكل مثلا بلفت نظره، يعني ان احنا ناكل من غير صوت طبعا. ابص كده لو انا مثلا مشغوله بتكلم مع طنط مثلا او مع حد، والولد هيمد ايده او هيتشاقه او هيقوم يتنططوا حوالينا، فطبعا لازم ابص وخلاص مش دلوقتي. بالنظره، هي النظره، والولاد بيبقوا فاهمين النظره دي معناها ايه. ما بيكسفنيش قدام الناس، وفي نفس الوقت لو عمل موقف بحاول ايه انا اعمله بطريقه بالراحه وماليش زعيق عشان الولد ما يعانيتش. لازم يتعلم، اصل هو ده طفل، يعني هو كده كده احنا ما اتعلمناش طلعنا فجاه اللي احنا اتعلمنا وبتاع، لا احنا اتعلمنا برضه، اباطنا علمتنا نعمل ايه ونقول ايه وما نقولش ايه بالظبط. يعني تابعنا مجموعه دكتور من ردود فعل الناس وازاي بيتعاملوا مع الاتيكات في يعني تعليمه لاولادهم تحديدا. بس يمكن لفت نظرنا وحضرتك يعني كنت معانا فكره السيده اللي بتقول لك انا بعاقب بس بضعف. شايفه دي ازاي؟ وهل الاتيكيت هو مهاره مكتسبه؟
يعني اللغة دايما بتكون ممارسة واكتساب. الاتيكيت برضو نفس القصة، سلوك بيتم عمله قدام الابن فيكتسب ده مني. اه طبعا احنا قدوة لأولادنا، لما الشخص الإنسان الطبع بتاعه بيجي ازاي، هو انه يعتاد على فعل سلوك معين عدة سنوات لفترة طويلة، اذا يطبع على شخصيته فأصبح طبع في شخصيته. عشان كده أنا بقول لحضرتك أنك لما بتوفر له حياة صحية وفي نظام، نظام بالراحة يعني، هي دي بيكتسب السلوك الحميد وبيبقى خلاص ده أسلوب حياة بالنسبة له. بالنسبة للأم اللي قالت أنا بعاقب بس مش شديدة قوي، ما هو ده غلط، لأن الطفل ذكي جدا، الطفل قرى ده على فكرة وعارف كويس قوي أنه هيتعاقب وكله هيعدي. بالظبط، مهما كانت الظروف ما ترجعيش في العقاب اللي قلتي عليه، بس هو عقاب مقبول يعني، مش هخصمه مش هحبسه. بلاش كمان العقاب اللي بيقعد يومين وثلاث ايام، احنا بنعاقب نص ساعة وربع ساعة وحاجات حاجات بسيطة، لانه في حتى تجاوز في العقاب يقول لك بص بكرة بقى والويك اند اللي جاي كمان مش هتخرج، عارفة اللي هي على اللونج. بس انا متهيألي ده ممكن شوية مع حد كبير يعني، مع تينيجر، لو حد مراهق وعمل حاجة صعبه قوي بياخدوا منه مثلا تليفون، او انت متعاقب الويكند جاي مش هتخرج. ممكن صح، المراهقين ليهم اسلوب مختلف، ولكن هو عامه فكره العقاب على فتره طويله دي ما بتبقاش نتيجتها كويسه، لانه الانسان بيتحط تحت ضغط كبير قوي. صحيح. لكن انت ما ترجعيش في كلامك يعني، لو قلتي له مش هنخرج يبقى مش هنخرج، هيعتذر، هتقولي له مسامحاك وهتبتسمي، لكن برضو مش هنخرج. طب يا امي مش هعمل كده تاني، مفيش مشكله والله الموضوع خلص وعدى وانا نسيته، بس برضو مش هنخرج. بالظبط، لازم تبقى عند الكلمه اللي انت قلتها. كمان في ناس بيقول لك ان انا بصغر لهم كده، في واحده تقريبا دول يعني بتبص له كده، ما تبصيلوش كده، سمات الام المصريه. لا ما تبصيلوش قدام الناس كده، لا طبعا احنا عايزين نقوي ثقته بنفسه. هو انا بدي ارشادات، انا دايما بقولها في كل برنامج، الارشادات الارشادات مهمه في كل مكان في الدنيا، والتوعيه، وان احنا لا نكل ولا نمل. يعني انا خارجه مع ابني ارجوك احنا عايزين كذا وكذا وكذا ويبقى شكلنا حلو. بس عارفه دكتور، بجد انا بشوف امهات يعني وهي ممكن تبقى هادية جدا وبتتعامل بذوق وكل حاجة، بس في أولاد بيخرجوا الأم عن شعورها بالزن والصوت العالي، وإن كل الإرشادات اللي الأم بتديها للولد طول الوقت هو بيطلع بره قدام الناس بيعمل عكسها تماما، بيكسفها وبيكسف نفسه وبيضطروا هم الاثنين، مفيش بقى اتكات انسيه خالص، ما بقاش في طيب حاجة. حضرتك شايفة إن هو عمل كده من نفسه؟ في أولاد بتبقى شقية. لا لا ده مدلل. لا ده في البيت مدلل ومدلل جدا، سواء ممكن تكون من الأب ممكن يكون من الجدة، لكن ده طفل مدلل. لا 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 مش حقيقي، هي برضو هنرجع ونقول هو الأم والأب هو العامل الأساسي. الطفل سفير لأمه وأبوه، يعني عشان تعرفي سلوك عيلة انت ممكن تعرفيه من طفل على فكرة. أكيد. فدي لا، التربية دي مسؤولية نتفرغ بشكل كبير، نوفر له بيئة مناسبة وحياة صحية. طيب دكتور، في بعض الأحيان بيكون الأب والأم على مستوى اجتماعي ومستوى مادي وثقافي كبير، ومن ناحية تانية حياتهم فيها نوع من أنواع الهرجلة أو العشوائية. شايفة ده بينعكس على الأطفال؟ يعني أكيد. الطفل بيكون مرآة لأبوي. أكيد، في لكل قاعدة شواذ. يعني أنا شفت نماذج يعني أهليهم بالمنظر ده، لكن هم حبوا النظام والنظافة. ساعات كده تحسي أنك أنت عايزة تغيري الحياة اللي أنت كنت عايشة فيها، بس دي قاعدة شاذة. في العادي وزورياتكم بعضكم من بعض، كل واحد شكل أهله، في طريقة اللبس، في طريقة المفاهيم نفسها، إنه يكون عشوائي. هو كمان المشكلة إنك أنت ممكن تقول إن البيت مش نظيف وهو مش شايف. هي الفكرة إن هو مش شايف، هو واخد على هو بيهاجمك وبيقولك أنا بيتي نظيف، ده أعلى ليفل نظافة، ده زي الفل. أنت يعني إزاي بتقولي إنه مش نظيف؟ لأنه هو أوريدي البيئة اللي عاش فيها بيئة عشوائية. أه طبعا، ودي صعبة على فكرة. في حالات انفصال كتيرة قوي نتيجة إن البنت أو الولد لما بيتجوزوا هم عشوائيين بالفعل. وعلى فكرة أنا بحس إنه سبب مقنع بصراحة إن أنا أمشي من حاجة بالمنظر ده. أكيد مش أكيد. محدش أكيد. هيعيش في حاجة هو أهم حاجة إنه أنا
عايزه كل حاجه تتوحد، بمعنى انه انا في البيت ببذل مجهود علشان اربي اولادي، وحضراتكم وبرامج تانية كتير بتتكلم عن السلوكيات الحميده، وده حلو قوي، هو الارشادات، يعني احنا دايما بنفضل لا نكل ولا نمل في الارشادات وتوعيه المواطن. طيب الحاجه الثالثه بقى، انا النهارده لما اجي اودي اولادي مدرسه، ما انا عايزه المدرسه ترد عليا برضه، يعني تبقى كل جهه بالظبط، انما انا ما ربيش وبعدين اروح اولادي يروحوا المدرسه يرجعوا لي بسلوك مختلف، او يروحوا النادي، النادي لازم يكون فيه رولز، فيه قواعد، فيه حاجات مسموح بيها وحاجات غير مسموح بيها. بالتالي احنا لو طبقنا السلوكيات الحميده واصبح لكل جهه موجوده في البلد ايا كانت، غير جامعه او مدرسه او نادي او منشاه حكوميه او غير حكوميه، لو انا طبقت السلوكيات الحميده وليها رولز على المواطن اتباعه، يبقى اذا احنا المجتمع كله هتقدر انك هيبقى متناغم، اكيد هيبقى متناغم والدنيا كلها هتبقى مظبوطه. يعني بالزبط. زي ما حضرتك قلتي انه الطفل عامه مرآة اللي بيحصل في بيته، يمكن أكيد. كلنا في الاخر في الاول بنرجع تاني لاصولنا واللي تربينا عليه والاهالينا يعني عودونا عليه من واحنا صغيرين، فبالتالي احنا بنحث كل الاباء والامهات بيتفرجوا علينا النهارده ان هم يكونوا يعني قدوة حسن. خير قدوه أيوة. لاولادهم. كل الشكر ليكي دكتوره هند المؤيد استشاري الاتيكيت والمظهر على وجودك معنا النهارده. تحية. شكرا لك. نورتينا دكتور هند. شكرا.